لكنها فوجئت بأنها وجدت كل الأبواب مغلقة أمامها، حيث قالت إن بعض أفراد أسرة ميكس قالوا لها بأنها لن تكون زوجة لابنهم أبدا. وبعد انفصالهما عن بعضهما البعض، فوجئ الضحى وميكس المتابعين بالارتباط بغيرهما، حيث ظهر ميكس مع أكثر من فتاة قال إنه خطب بعضهن، بينما ظهر الضحى مع شاب إسباني حيث ارتبطت به بعلاقة غريبة قبل أن تعلن في الأيام الماضية إنهاء علاقتها به. فهل تتوقع أن يرجع ضحى وميكس إلى بعضهما، أم أن ما يحدث هو لجذب الشهرة وليس أكثر؟